هي أنه التقرير اللي صدر عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون حول الأحداث اللي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة كيتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة. وسجل بلاغ لوزارة الداخلية أمس الأربعاء أنه مسؤولي الجمعية المذكورة ما كلفوش أنفسهم على الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات اللي صدرتها السلطات العمومية في الموضوع، وذلك قصد التأكد من صحة الأخبار اللي كتورد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق شي اللي كينزع عن هذا التقرير طبع المصداقية والموضوعية اللي من المفترض أنه يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول. في خبر آخر، اهتزت المدينة القديمة بالدار البيضاء أمس على وقع انهيار منزل مكون من 4 طوابق المتواجد بدرب حمان زنقة رقم 4، وهو منزل مهجور. الغريب في الواقعة هو أنه هذا الانهيار هذا تسبب في خسائر مادية بإسقاط جزء كبير من المنزل رقم 8 بزنقة 6 الموازية لزنقة 4 بدرب حمان كتقطن به 3 ديال العائلات. ويذكر أنه مسلسل انهيارات في المدينة القديمة مازال ما توقفش، بحيث شهد في الأسابيع الأخيرة انهيار العديد من المنازل، شيء اللي كيطرح سؤال حول موقف السلطات من هذه الوضعية اللي كتهدد سكان المدينة القديمة. دوليا، حذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي من خطر ظاهرة الإرهاب اللي أصبحت كتهدد تونس، معتبرا أنه الانفجارات الأخيرة في منطقة جبل الشعان بولاية القصرين وسط غرب البلاد واللي انجمات عن ألغام أرضية زرعتها عناصر إرهابية وأدت إلى إصابة عدد من أفراد الأمن والجيش كتمثل منعطف غير مسبوق كيهدد أمن البلاد ونجاح ثورة ديالها. وقال المرزوقي في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل أن هذه المجموعات الإرهابية كتشكل خطر كبير، كيتوجب على الجميع أنه يتحد ويوقف وقفة حازمة من أجل الحد من انتشارها. أعلن رئيس مجلس رقابة فيفاندي جون فورتو أنه بيع حصة فيفاندي في شركة اتصالات المغرب البالغة 53% لن يتم الانتهاء منه قبل الخريف المقبل. وأكد بباريس خلال الجمع العام لفيفاندي أنه العمل جاري في سياق مسلسل انتهاء من هذه الصفقة بشكل وثيق مع الدولة المغربية، مضيفا أنه الأمر كيطلب بعض الوقت ولن يتم الانتهاء منه قبل الخريف المقبل. وكيتنافس على شراء أسهم المجموعة الفرنسية فاعلين هما القطري كيوتيل والإماراتية للاتصالات. وفق ما أعلنت عليه الأسبوع الماضي لافيفاندي بحيث وصفات العرضين بأنهما مثيران للاهتمام. رياضيا، لحق فريق بايرن ميونخ الألماني بالمواطن ديالو بروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ما نجح في تجديد الفوز ديالو على فريق برشلونة الإسباني بثلاث أهداف مقابل لا شيء في مباراة نصف النهائية الثانية اللي جمعت ما بينتهم مساء أمس الأربعاء ببرشلونة. وسجل أهداف 3 للفريق البافاري كل من الهولندي أريان روبن وجيرار بيكي خطأ في مرمى فريق ديالو وتوماس مولر. وكان فريق بايرن ميونخ قد فاز الثلاثاء الماضي في مباراة الذهاب برباعية نظيفة في الميدان ديالو بميونخ. وهذا الخبر مشاهدينا، كنتم معكم أوراق الموجز، لكم أطيب وأرق التحية من كل طاقم شوف تيفي، تقنيين وصحفيين دمتم في